لقيناش حاجه. مسيا ناجي. تحت امرك يا استاذ. شكلك معروف قوي هنا. هنا بس يا بنتي، انا صايع قديم. انا مفيش مكان فيك يا زمالك الا لما روحته مليون مره. يا بنتي انا كنت بقابل الزمالك بتاعتي هنا. ودلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص، هما مكان مكانين بكتير اللي بروحه. تعرف بقى انا ما بجيش الاماكن دي كتير، بحس ان انا مش على طبيعتي فيها وبستغرب قوي. طب ولسه حاسه انك مش على طبيعتك حتى واحنا مع بعض؟ لا يعني. تستغربي لو قلت لك ان انا ما بقتش بخرج مع حد غيرك؟ حتى واحنا مش مع بعض ببقى معاكي برضه. ازاي يعني؟ طول الوقت انت اللي في بالي، مفيش حاجه تانية في دماغي. روبا، هو انت مرتبطه بجد ولا؟ نعم. طب ولو قلت لك ان ده انسب وقت ان احنا نعرف فيه لبعض ما تستغربيش. في اوقات صعبه بتعدي على الواحد، بيبقى محتاج فيه البني ادم اللي بيحبه بجد عشان يعدي معاه الصعب ده. أشرف، بص، أنت الشخص الوحيد اللي أنا ارتحت له بعد رضا أخويا، وبتكلم معاه وبحكي له كل مشاكلي، بس أنا أكيد مش الشخص اللي يناسبني، وكمان عارفة إن أنت بتقولي كده بس عشان تخفف عني. مفيش حد بيقرب من حد شفقة ورحمة خالص. أنا محتاج لك، ومحتاج لك أكتر ما أنت متخيلة كمان. ربما في أوقات بنلاقي حياتنا دخلها بني آدم من غير أي ترتيب. بني آدم ده بيعمل حاجتين، بيخلينا نفكر ازاي كنا عايشين من قبل، ويخلينا نعرف ان مستحيل نعيش بعديه. لازم يبقى معانا. وانتي الانسانه دي يا ربا. جمال الجبالي مش مجرد ضابط امن دوله سابق. جمال الجبالي مش مجرد ارهابي هارب. الجبالي بكل ما يقال ويشاع حواليه هو انعكاس لنظام بيرسخ للبلطجه والارهاب. ولا نستبعد ان يكون النظام نفسه ربما هو اللي بيحميه. ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ نظام ايه اللي بيحميه وشغل التشليح؟ شوية عزبجية احنا هنا ولا ايه؟ لا لا يا منى، ده انت بنت وهبة خليف، ما خدتيش حاجة خالص من بابا. أنا آسفة يا وكيل، بجد أنا آسفة. أنت بتتأسفي لنا؟ بتوع البرامج والجرايد يعملوا لنا شخشيخة في إيديهم، هيعجبك العك دوت؟ هو إيه في الشيخة المهزلة دي؟ تمام. بس اعملي حسابك أنا ماليش دعوة بالكلام دوت، احنا لا بنمنع مقالة ولا بنقفل برنامج، ده شغلكم ببعض. مفهوم طبعا يا وكيل. الو، ايوه يا عشري، اوقف حالا حلقه الهانم بتاعتك وقولها انها متحوله للتحقيق. ايوه ليلى المحبوب، ما انا عارفه انها عصفت الهوا يا عشري. اسمع الكلام حالا يا اما انت كمان هتحول للتحقيق. انا اسفه يا عمري، انا هشوف شغلي معاها. بس بالراحه عليهم يا بيه منون. ها، بس لا بتبقى زي القمر، بس وهي قافله بقها. شخص اسمه جمال الجبالي، يبدو اقوى من الاجهزه الامنيه نفسها. او بصراحه يا جماعه. طب يا استاذه استني بس، ماشيه ليه على طول؟ ماشيه ليه؟ البرنامج اتوقف واحنا على الهوا، يعني طريقه في منتهى قله الادب وتسالني ماشيه ليه؟ طب استني بس، ما ممكن يكون عطل فني. عطل فني ده ايه؟ شريف قال لي على كل حاجه، من هانم تتصل توقف وتلغي، احنا شغالين في عزبة ابوها. مدام منى؟ ايوه مدام منى. او ممكن الاوامر جايه لها من فوق. عادي عادي. طب اجي مع حضرتك علشان ما تسوقش في الحاله دي لوحدك. انا كويسه وليد، ما تخافش عليا، انا بس عايزه اغير هدومي واروح البيت. انا كويسه كويسه. بجد ميرسي يا اشرف، كنت محتاجه اتكلم مع حد ويسمعني. نسيت ان المستند اسمعك في الوقت. اذا كنت بسمع الموكلين بتوعي، هاجي على اجمل موكله يعني وما اسمعهاش. بجد ميرسي.
خلي بالك من نفسك. ما تقلقش علي. لازم اقلق. اظن يعني بقى حقي ان انا اتصل واطمن عليكي في اي وقت. اكيد. باي باي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين يا؟ ايه ده؟ انت مين؟ لحظة. ايه ده؟ على السلامة يا متر. بوبو. وفي ايه؟ يا روبا. الحقني يا اشرف. مالك يا روبا في ايه؟ ده بيعمل معاك ايه ده؟ ده اتصادر خلاص. انا لازم اطلع لها دلوقتي حالا. اطلع فين يا جميل؟ انت ضيف الليلاد يا عسل. هتوب. الله اركب. امشي. الله اركب. ممكن تهدي كده وتسمعيني؟ مش ههدى. جاي ليه؟ عايز مني ايه؟ ليلى، انا جاي عشان اقول لك سامحيني على كل اللي حصل مني. هو انت عملت حاجه علشان انا اسامحك؟ انت ما دخلتش حياتي ولا دمرتها علشان اسامحك. انت ما خدعتنيش ولا وهمتني بحاجه علشان تعتذر عليها. اللي لازم تسامح نفسها هي انا. انا اللي خدعت روحي وهمتها بالفرحه والسعاده. طمنتها في كل شك ناحيتك. انا اللي غبيه علشان كنت عايزه اصدق كلمك مش علشان انت هايل او عبقري. ليلى انت ولا حاجه. خلاص ارتحتي وقلتي كل اللي جواكي؟ مش هطلع بره. مش هطلع بره. لازم تسمعيني الاول. اسمع ايه؟ انت واحد انا ما اعرفوش. لا تعرفيني، وعارفه كمان ان كل لحظه بينا ما كانتش كدبه، وعارفه ان كل ده كنت انا اللي معاكي مش حد تاني. انت مين؟ جمال الجبالي ولا احمد الطوخي ولا؟ قلت لك مش مهم الاسامي. انت بتصدق اللي بتقوله؟ مصدق اللي كان بينا، مصدق ان انت ما كانش ينفع تدخلي حياتي من الاول، بس غصب عني، غصب عني عشان حبيتك يا ليلى بجد. افتكري كده كل اللي كان بينا زمان. افتكري حب ليكي. كل ده كان كدبه يا ليلى. امال تسامي اللي حصل ايه؟ هسميه غلطة مننا احنا الاتنين. غلطتك لوحدك. انت كمان غلطتي. تنسيتي ولا ايه؟ انا كم مرة حذرتك من زيتون وانت ما سمعتيش كلامي؟ بعتي نفسك على حساب شغلك ورحتي له. زيتون اللي بتتكلم عنه ده كان جوزي. جوزك من ورا كل الناس. انت كنت مبسوطة باللي بيحصل ده؟ قدرتي تواجهي نفسك بيه؟ انا رحت لزيتون بسببك. بسببي انا؟ ليه بقى؟ وانا اللي اخترت بينك وبينه؟ انا اللي بعت نفسي واخترت شغلي على حسب كل الناس؟ انا اللي وهمت نفسي ان زيتون ده مصدر مهم لشغلي؟ مستغربه ليه؟ مش هو ده كلامك؟ ولسه بقول مصدر شغل وراجل مهم في البلد. انا كنت قادره اروح له واحافظ على شرفي واطلع من عنده بكرامتي وغصب عنه كمان. انما انت عملت ايه؟ عايزني افكرك؟ فكريني يا ليلى عملت لك ايه؟ انا عرفت كل حاجه يا جمال. عرفت مين كان سبب كل المصايب اللي كانت بتحصل في شغلي. عرفت ليه برنامجي كل مره كان يتوقف. عرفت مين كان بيكلمني ويهددني عشان ابطل كتابه. في الاول كنت فاكره ان الزيتون بيعمل معايا كده،
طلعت انت يا جمال؟ يا ليلى انا كنت خايف عليكي، كنت بحميكي من نفسك وطموحك اللي كان هيودوكي في داهيه. اللي عملته ده خلاني اروح عند زيتون عشان يحميني منك. شفت ازاي انت دمرت حياتي؟ خساره يا ليلى. بس تعالى نتكلم مع بعض بصراحه. لما انت شايفه ان انا اللي دمرت لك حياتك وكنت السبب في اللي انت فيه، ما دورتيش عليا ليه؟ هقولك انا ما دورتيش عليا ليه؟ عشان كنت بدور على حاجه تروحي له. يا ليلى انت لو كنت عايزاني كنت هتلاقيني. اللي بيدور على حد بيلاقيه. بس انت كنت بدور على نفسك. وبعتي نفسك ليه؟ ولما انا وحش قوي كده جايلي ليه؟ جايلك عشان تصدقيني. كل اللي بيجيلك عني كدب. عايز اقولك ان الحقيقه محدش يعرفها. عارفه ليه؟ لان انا نفسي معرفهاش. بس كنت جايلك النهارده متخيل ان انت هتسمعيني وتصدقيني. يا ليلى، يا ليلى كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط وهنفضل نغلط، بس مش عيب ان احنا نسامح. بص يا متر، إن ما كنتش سمعت عن بوبو فده ميزة وعيب. العيب إنه جهل وعدم اطلاع منك، لكن الميزة إنك هتشوف بنفسك واللي يشوف غير اللي يسمع. أنت عارف عقوبة اللي بتعمله ده إيه يا بني آدم أنت؟ عقوبة؟ عقوبة مين يا عسل؟ القانون والعقوبات دي عندك أنت، تجيب بيها حق الغلابة اللي ملهاش دراع، لكن عندنا في قانون تاني ما يعرفوش اللي زيك. وانت بتعمل كده ليه؟ انا عايز افهم. قول لي جمال فين؟ جمال بخير. خلينا قبله. هو اللي كلمني. قول لي فين نمرته؟ تحت كمان. هي اخر واحده. مقفول. طب انا اعمل لك ايه؟ قول لي جمال فين؟ يا عم ما اعرفش بقول لك. انت اللي مولس عليه. انت مجنون؟ انا اخون جمال ازاي؟ اللي حصل عند لعبه ده حصل ازاي يا عم؟ ما اعرفش. شوف يا متر، انا سبق وقلت لك هطلع جمال واحطك مكانه. وادي جمال خرج وانا ما اعرفش فين اراضيه. يبقى سعادتك هتأنسني لحين ما جمال يظهر. اتفقنا؟ أشرف رد عليا وبعدين تليفونه اتقفل. أنا متأكدة إن هم عملوا فيه حاجة. مش عارفة أعمل إيه في كل اللي بيحصل لي ده. متعمليش حاجة. أنت هتبقي هنا لبكرة الصبح. وبعدين هنشوف هنتصرف إزاي. شكلك بتحبيه. مش عارفة. بس أنا قلقانة أوي علي. ليلى. أنا آسفة حبيبتي، أنا آسفة، أنا ما خدتش بالي، أنا دخلت وقعدت أتكلم عن نفسي. مالك؟ فيكي إيه؟ جمال كان هنا، أنا شفته. تصوري بعد كل اللي حصل جايك تبقى لايقة تاني؟ قلتي له إيه؟ طردته طبعًا. متأكدة إنك طردتيه؟ يا رب الدنيا دي مش عليه. أنا اللي اتظلمت. ظلمت نفسي بإيدي. وإيه اللي مفرحك؟ ده بيورط نفسه أكتر. مش جمال، زي ما قدر يفلت من دي هيكمل وهيلاقي اللي بيدور عليه. ده إذا كان في حاجة يدور عليها أصلاً. إلا صحيح، عرفت إنه راح لفريال؟ فريال مين؟ هو في كام فريال؟
طلعت. راح لها فين؟ عند الكومي؟ ودخل وقعد مع ابنه. طلع لها اداها كلمتين في جنبها وخرج ولا حد حس بيها. مش بقول لك؟ جمال ده مجنون ولا هتلاقوه. وبقول منى خليفة قال. قول لي يا علي. انت رحت فين النهارده؟ رحت فين يعني ايه؟ العادي الشغل. وهو الشغل ده بقى بتقابل فيه ستات؟ ستات يعني ايه؟ بلاش تستهبل يا علي. انت فاكرني بغير عليك ولا ايه؟ انا ولا يفرق معايا، ثم انها مش حاجة اصلا عشان اقارن نفسي بيها. انت بتتكلمي عن مين؟ عن ليلى اللي قابلتها النهارده في الكافيه. ده علشان اللي زعل. لا 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 لا، مش عايز اعرف خالص على فكرة. وبعدين قلت لك 100 مرة عايز تاكل كل تحت، ريحة الأكل في أوضة النوم بتقرفني. انضف بقى. جرايه يا شوقي. يعني إيه ما لقيتوش حاجة؟ أمال الحاجة راحت فين؟ سيادتك ده كان متوقع يا فندم. خصوصًا بعد ما حست بقلق جوه الشركة عندها. ماشي. حست بقلق وقلبت الدنيا ودورته. الحاجة راحت فين؟ يا فندم أكيد هتظهر. هو يعني هتتخلص منها؟ عايز أجوبة مش عايز أسئلة. تمام سعادتك. أنا هضيق حلقة البحث حواليها وأكيد هنوصل للي معاها. البت ديت من ساعة اللي حصل لها هتركز أكتر من الأول وهتحرص. طبعًا هي مرتبكة دلوقتي شوية لكن هتتخلص من الحاجات اللي معاها. بقول لك إيه؟ ما تدوري ورا البت المذيعة صاحبتها. يا فندم ليلى محجوب تعتبر دلوقتي هي الصديقة المقربة ليها. أنا عرفت ده من خلال تقارير متابعة أمن الدولة ليها. تعتبر يا فندم هي الوحيدة دلوقتي اللي بتستقبلها. وساعات بيخرجوا مع بعض او بيتقابلوا في اماكن عامه. من امتى بيحصل الكلام ده؟ هم اصحاب من زمان يا فندم. بس بعد اللي حصل لاخوها رضا زاد ارتباطهم ببعض. رضا. الحكايه اللي بتتحركها بقى هي رضا. فاهمه ان هي هتقدر ترجعه او تاخد بطاره. غلبانه. عامله زي الفراشه اللي بتحوم حوالين النار. كل ما هتقرب منها هتاكلها. الو تولين جمال كمالك ريمون تولين ريمون شم دي عرشي بليوس سنة اللي تجاك فاكتيم المادو لطفا افيد بني سين اصلا طنم شو ما يستعد من بيج كري دون دمو الو تولين بحضني ببيتي وعم تتصل مره ثانيه لهون والا قسما بالله ما حيضل منك شيء انت عارف مشكلتك ايه يا مهدي مشكلتك لسانك وانا احللك المشكله دي قريب قوي الحكاية دي مش مريحاني. في حاجة غلط. حضرتك تقصد إن في لعبة حصل؟ إحساسي بيقول كده، بس للأسف مفيش دليل يأكد ده. وخصوصًا بعد هروب المتهم جمال الجبالي، واللي بيؤكد تورطه في الجريمة. لو جمال بريء، هرب ليه؟ ولو مدانه في أطراف بتحاول تبرئه وهي اللي بوظت تقرير المباحث لصالحه، برضه هرب ليه؟ يمكن حس ان مساعدته متأخرت؟ احتمال. احتمال. واحتمال ان هم ما فكروش يساعدوه الا لما حس ان هروبه ده في خطر عليهم. طيب حضرتك احنا ليه بنستبعد انه ممكن يكون بريء؟ ملف خدمته، طريقته، كلامه، كل دول بيقولوا انه متورط في حاجة. النوعية دي من البشر يا عماد ما ينفعش تعيش على هامش الحياة. حالة الرأس على السلم ما تناسبهمش، دول اللي بيصارعوا وبيشتبكوا طول الوقت. دول بقى اللي بيحركوا الأحداث. طيب وكده إيه حضرتك؟ كده زي ما المستشار قال بالظبط، الحكاية اتقفلت. قدر يعمل اللي هو عايزه. ولا يهمك يا أستاذة، والله أنا كمان لا أسيبها لها مخدرة.
لا يا وليد انا مش معاك في كده. هتمشي ليه يعني؟ عايز انا اشوف حضرتك ماشيه وانا اقعد علشان ينزلوني في برنامج طبيخ ولا موضه ولا شرابات. ما ينفعش يا استاذه، اللي حصل مع حضرتك لا يمكن يعدي كده، ولازم كل فريق العمل يقف مع حضرتك. وده حصل فعلا؟ الصراحه لا، انا لوحدي بس والباقيين راح يجيبوا فطار. يبقى تروح تفطر معاهم واعتبر الفتره اللي جايه اجازه، وفي اول فرصه هكلمك واجيبك معايا. اتفقنا؟ اتفقنا يا استاذه. قالوا لي بتلم حاجتها. ايه انت ما صدقتي ولا ايه؟ هو احنا هنكذب على بعض ولا ايه؟ مش ده اللي انت عايزاه من زمان؟ قلت بلاش احرجك. تحرجيني؟ تحرجيني في ايه؟ انا وقفت البرنامج بشكله ده، ما قلتلكيش سيبي المحطه. وانا هنا ما بقت تمشي غير البرنامج ده وبالشكل ده، واللي يظهر انه مش عاجبك او مش عاجب اللي اصدر الفرمان. برافو، كويس قوي انك عارفه ان مش انا لوحدي اللي مش عاجبها اسلوبك. الاسلوب ده اذواق، يعجب ناس ناس تانيه لا، مش ده المهم. المهم في الحقيقه، الحقيقه اللي بتعري الفساد والبوظان والعك وتكشفه قصاد الجميع، ده اللي مش عاجبكم ومش عايزين يتقال، مش كده؟ فاكرين انكم كده تمام؟ كان غيركم اشطر. سليم تعال يا حبيبي، تعال 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 تعال. انا قلت لمس نجوى ان سليم الجبالي هيروح معايا النهارده. هي تعرفك اصلا؟ يالا، ده انا وباباك اللي جينا قدمنا لك هنا وكلهم صحابي. طب ما كنتش تقول لهم يا انكل عشان يقعدوا يدوروا عليا ويدوخوا ويفتكروا ان انا روحت لوحدي. لا يا سليم لا كده، ماما وجدوا هيقلقوا عليك. ولا انت بتحب الحركات دي زي بابا؟ بحبها. عارف يا سليم، انا وجمال باباك كنا بنحب اللعبه دي قوي، نقعد نستخبى وكل الناس تدور علينا وندوخهم زي ما قلت. بس يا خساره، باباك المره دي حب يلعب لوحده ويستخبى. ايه رايك يا سليم نلعب اللعبه دي انا وانت وندور على بابا؟ انا عرفت انه جالك امبارح واكيد قال لك هو مستخبي فين. بابا لما بيلعب معايا ما بيقوليش هو مستخبي فين، عشان هو عارف ان انا كليفر مان وهقدر احلها لوحدي. كليفر مان ها؟ ماشي. تليفونه مقفول ما بيردش. ليلى دي الجرايد موجوده قدام باب المكتب، يعني ما جاش المكتب اصلا. ونفس الحكايه في البيت، انا سالت البواب وقال ما بيجيش. ده ملوش غير حل واحد، نتقبض عليه. انا مش عارفه اعمل ايه، بقتش عارفه اتصرف خالص. خلاص لا، شغل ايه بقى؟ مش هينفع اروح الشغل بحالتي دي، انا هستناكي في البيت. سلام. وقبل ما يمشي يا ابني قال لي ادعي لي. قلت له ناوي على ايه يا جمال؟ قال لي اجيب حقي. هجيب حقه من مين علي؟ ما تقول لي يا ابني، دلني. جمال بيدخل نفسه في لعبه مش قده يا عمي. من اول ما عرفت انه هرب وانا ما جانيش نوم، خايف عليه، مستني جنب التليفون يكلمني في اي لحظه. اقول يمكن. أنا مش فاهم هو عمل ده ليه وهيروح من وراه لفين. كتاب الله يا ابني، قلت له تعالى نسيب البلد دي كلنا، نسيبها ونهج. وقال لك إيه؟ قال لي لا طبعا. مش عارف آخرتها إيه يا علي، مش عارف يا ابني. ما تنصحه علي، قول له يا ابني لا هو أول اللي ظلموا ولا آخرهم. يا ريت أوصل له يا أبو جمال، بس فين؟ أيوه على رأيك. فين؟ ده ايه النشاط ده كله؟ ازيك يا منى؟ امال فين سليم؟ مش معاكي يعني؟ اصل علي عدى عليه وقال ياخده يروحوا يزوروا جده شويه في المستشفى. علي؟ طب والله برافو. وسليم اخباره ايه؟ كويس؟ طبعا. مش عايش معايا؟ انتي هتمثلي في ريال ولا ايه؟ ما انا عرفت ان جمال عدى عليكي امبارح في البيت وهسقك بسقك. حاسبي على كلامي. مين دي اللي تحاسب على كلامها يا حبيبتي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انا نفسي اريحك. اي حاجه بيني وبين جمال مالكيش فيها، بس اي حاجه ليها علاقه بسليم يبقى ليا فيها.
على اساس ان انا خالته. سليم ده ابني. ما تقوليش بس كده قدام الناس هيضحكوا عليكي. ابنك منين يا حبيبتي؟ هو انت ربيتيه ولا عاش معاكي اصلا؟ اذا كان ابوه اللي هو ابوه عرض حياته للخطر وجالك لحد عندك في البيت وقال لك توديه لباباه، يبقى ابنك منين؟ عندك حق، يمكن يبقى ابنك وانا ما اعرفش. خالتي جمال عمري ما فهمت هو عملها ليه انه اتجوز واحده زي. كان نفسك تبقي انت مش كده؟ ما تستغربيش، طول عمري شايفه ده جوه عيني. بس على فكره ما كنتش بغير خالص، بالعكس ده انا كنت ببقى مبسوطه قوي وانا شايفاكي بتتقطعي من جوه. نفسك يبقى ليكي ومش عارفه. بقول لك ايه يا فريال يا مصطفى، مش عشان يا حبيبتي بقيتي تيجي النادي اللي انا باجي تلبسي نفس الماركات اللي انا بلبسها تبقي تنسي نفسك. فوقي شوفي انت بتكلمي مين. انا منى خليفه اللي لو عايزه اي حد هتجيبه ركعه تحت رجلي. صحيح النوم يا متر. الظاهر ان كرم الضيافه عندنا مش جاي على هواك، مش عايز تتكلم. خلاص نغير النظام ونوريك زباله الضيافه عندنا شكلها ايه. يا بني ادم افهم، انت كده بتضر جمال مش بتساعده. لا يا راجل، جمال ممكن يبقى محتاج لي في اي لحظه ومش عارف يوصل لي. عشان تعرف انك عيل عويل وموالس عليه. هو ما كلمكش ولا مرة من ساعة ما شرفت عندنا. مفيش حد رن عليك غير المحروسة اللي اسمها روبا. اسمع، اتكلمت هنرجع حبايب وانت وهي في امان. هتفضل سايق العوج هجيبها وعلقها جنب منك. ورحمة امي لو فكرت كده اجرى كبير. علقه في المنجلة، راسه تحت ورجليه فوق. سيبه يا بابا. جمال المنجلة شديدة عليها. لا مؤاخذة أشرف، عندنا دي. فتحت له أجدع أوضة في العزبة كلها. اتقلب زي القتيل. بصراحة ربنا أنا كنت ناوي أعملها معاه، لولا أنت بدرت. لا يا بابا، أشرف ابن حلال ومتربي معايا، مستحيل يعمل كده أبدا. تحط نفسك مكاني يا صاحبي. أنا كنت هتجنن خلاص. كل حاجة مرسومة صح ومعمول حسابها 100 100، فجأة الدنيا تخش في بعضها كده. هو أنت رغيت مع حد في حاجة يا بابا؟ أبداً. موضوع ترين ده حصل إزاي؟ علي رساني على الدور كله وقال لي إن ده طلب خصوصي عشانك. وبعدين؟ أتاري القعدة كلها كانت مقرية ومسموعة صوت وصورة. فجأة لقيت شوقي ساقط عليا زي القضا المستعجل وقال لي هتسلمها. هنسلمك. شوقي؟ أنا قلت كده برضه. الموضوع مش هروح بعيد عن ابو العزم. طب وانت ايه يا جمال؟ اخرتها ايه في اللي حاصل ده؟ الناس اللي فوق هيسيبوك كده؟ مين الناس اللي فوق؟ اللي انت شغال معاهم. انا مش شغال مع حد يا بابا. انا فهمت كده برضه. فهمت ايه بالظبط؟ الغدره اللي حصلت في حكايه الكنيسه دي قصدهم بيها يطلعوك بره الليله خالص، صح؟ لا مش صح يا بابا. مش انا اللي عملت الكنيسه ولا هم اللي طلعوني. أنا من قبلها وأنا بره، ومش هادغ لما أعرف كل حاجة جوه. اسمع بابا، أنت تعرف أبو العزم مش كده؟ أسمع عنه منك. هديك عنوانه، عايز مراقب 24 ساعة، تجيب لي تقرير كامل عنه. خط سيره وسلوكه يعني. من غير ما حد يحس، نبقى الرجالة كله من بعيد لبعيد. ولو عايز أجيبه لك لحد هنا تدور عليه التحقيق بنفسك وتطلع منه باللي أنت عايزه. لا يا بابا، أنا عايزه يفضل شغال براحته. في جوايا اسئله مش هلاقي لها اجابات غير وهو شغال براحته قدام عينيا وبيتحرك وهو مطمن. تعرف يا صاحبي نقله الهباش اللي معانا دي تعدينا الدنك بطياره. طياره ايه؟ بصاروخ يا معلم. يا ابن اللعيبه، صدقني ساعه ما طلعنا وانا بفكر في كده برضه. نقاي سندوس؟ تدوس يا صاحبي، ده هو اللي يدوس على الامينه وعلى رقبه اللي جابونا كمان. خد يا صاحبي ولع وانسى. حبيب قلبي. في ايه؟ العجله ضربت. احنا بيتضرب علينا نار. اجري يا فاروق. اجري يا بقول لك، العجله ضربت وبيتضرب عليها نار.
دي عشان خاطري. لا خلاص. طب عشان خاطر جده. دي كمان. لا خلاص بقى. عشان خاطر بابي. بابي جالي هنا. هنا فين؟ هنا في اوضتي. بس اوعي تقولي لحد. هو موصين ان انا ما اجيبش سيره خالص، بس انت عشان معانا في العشابه زي ما جده قال. اهلا يا اسماء. والله فيكي الخير. ما كنتش اعرف ان الشغالات عندهم اصل كده. كتر خيرك. بس انا عمري ما كنت قلت الاصل. اوعي تكوني زعلتي. هو الشغل عيب ولا ايه؟ مين قال كده؟ بس انا عمري ما حسبت نفسي ان انا شغاله. ده انا اللي مربيه سليم على ايدي. ده كبر على ايدي. واستاذ رجاء يعمل ايه؟ بخير وهيخرج عن قريب ان شاء الله. يلا يا سليم يا حبيبي، لازم تنام عشان عندك تمرين بكره بدري. لا هقعد مع اسماء شويه. لا ما هي اسماء كمان مروحه عشان ما تتاخرش. ما تقلقيش يا فندم، انا هاكل الولد وهقوم على طول. بقول لك ايه، هي مامي عرفت ان بابي جالك هنا؟ لا اوعي تقول لها. ايه على فكره بابي جاني انا كمان وبيسلم عليك قوي. ها بص انا هقول لك الحقيقه بس اوعى حد يعرف. هاي حبيبي. هاي باب. معقول راسك بعدك كل النهار قاعد هون ما طلعت لبرا؟ بيك بعده عم بخبرني. معلش حبيبي انا مش شغال اصلي. ليك شو جبت لك معي انا وجاي. واو حبيته؟ حلو قوي. ثانك يو باب. مام بتسلم عليك كتير بعد ما كنت عم بحكيها وعم بتقلي انه الجو في نيويورك فظيع حلو كتير. انا وجايه جبت التيكت معي. انت هتسافري؟ هنسافر. شو بعدك مصر على رايك؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه انه هيدي البلد بطلت بلدك يوم ما اقسمت على الولاء الامريكي وقبلت تتنازل عن جنسيتك المصريه. خلص بقيت مواطن امريكي، ما إلك خبز بقى بهيدا البلد. وامي واخويا اللي ماتوا، باسبور الامريكاني قطعني عنهم؟ ما هن ماتوا واللي قتلهم خلوه يهرب عادي، ما حدا قال له شيء، ما في اي احترام لا لامك ولا لخيك ولا لاي انسان مات على ايده. ما هو ده السبب اللي خلاني اقعد. خلاص بقى. الجيم ابتدى. ولا الدوله بتحمي ولا بترجع حقوق، انا هاخد حقي بنفسي. بس نحن مش عايشين بغابه عشان هيدا يبقى الحل. ولما احنا مش عايشين في غابه، خايفه ليه وعايزه تمشي؟ بص يا مارلين، كده كده انت اجازتك خلصت، فانت لو عاوزه ترجعي امريكا ارجعي براحتك، انا قاعد هنا مش هتحرك. اوكي؟ يعني ايه يا بدير؟ يعني ايه الفلوس كلها راحت؟ ايه؟ اسمع يا ابني، مش انا اللي يحصل معاك الكلام ده، انت فاهم؟ انت بس اللي مسؤول قدامي في الحكايه دي، ده شقه عمري. واسمع، اوعى حد ياخد خبر بالحكايه دي، وانا هعتبر ان المكالمه دي ما تمتش، وانت هتصلح كل حاجه وكان كل حاجه مشيت صح. انت فاهم؟ وتكلمني يا بدير وتقول لي تمام، لان لو ما سمعتهاش منك اقسم بالله ما حد هيعرف لك مكان ولا هيسمع لك صوت تاني. ايه اللي بيحصل ده؟ انت عارف ده معناه ايه؟ اسكت يا فريال، انا مش عايز اسمع اي حد. جمال بينفذ تهديده فينا، هو قالها لي. فريال قلت لك مش عايز اسمع اي حاجه.